إذن مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المسائية. الجزائر تعلن عن مناورات عسكرية واسعة النطاق على مقربة من الحدود الشرقية للمغرب. بالنسبة للفيديو الذي تشاهدونه، هو بطبيعة الحال هو أرشيف لمناورات عسكرية جزائرية. إذن بأمر من رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، يستعد الجيش الشعبي الجزائري للقيام بمناورات عسكرية واسعة النطاق على مقربة من الحدود الشرقية للمغرب في المنطقتين العسكريتين الثانية والثالثة، وستستخدم فيها ذخيرة حية، وستحضره وحدات قتالية برية وجوية وبحرية مهمة. وبحسب مصادر صحفية جزائرية، فإن المجلس الأعلى الجزائري للأمن الذي انعقد في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الرئيس عبد المجيد تبون اتفق على إجراء الجيش الجزائري مناورة عسكرية واسعة النطاق على الحدود الغربية للبلاد، وأضاف أن هذه المناورات العسكرية التي لم يتم تحديد تاريخ إجراؤها بعد، سيتم خلالها استخدام الذخائر الحية وإجراء مناورات قتالية برية وجوية وبحرية، وستشارك فيها مختلف الفرق العسكرية التابعة للجيش الجزائري. ويأتي الإعلان عن عزم الجزائر على إجراء هذه المناورات العسكرية على بعد أيام من إعلان المغرب عن إحداث منطقة عسكرية في المنطقة الشرقية للبلاد على الحدود الجزائرية، وبالضبط في منطقة الراشدية، وهي ثالث منطقة عسكرية يحدثها المغرب بعد المنطقتين الأولى والثانية في الشمال والجنوب. ومن جهته، فإن المغرب يستعد للقيام بمناورات عسكرية كبيرة. إذن نكررها، ومن جهته فإن المغرب يستعد للقيام بمناورات عسكرية كبيرة على الأرجح في شهر يونيو المقبل في إطار ما يعرف بالمناورات العسكرية السنوية الأسد الإفريقي، بالتشارك مع الجيش الأمريكي ومشاركة العديد من الجيوش الدولية. إذن كما قلنا، بالنسبة للفيديو المعروض وهو أرشيف لمناورات جزائرية، والمشاهدين الذين انضموا إلينا في هذه النشرة الإخبارية المسائية والتي عنوانها البارز: الجزائر تعلن عن مناورات عسكرية واسعة النطاق على مقربة من الحدود الشرقية للمغرب. إذن في فيديو أرشيفي يعود إلى 2021، سنعرض لكم مراسم مناورات عسكرية روسية جزائرية مشتركة في أوستويا الشمالية عام 2021. لنشاهد. إذن المشاهد التي تشاهدونها الآن هي تعود إلى عام 2021، مراسم مناورة عسكرية روسية جزائرية مشتركة في أوسيتيا الشمالية بروسيا. شهد ميدان آنذاك في عام 2021، شهد ميدان تارسكويا في جمهورية أوستويا الشمالية الروسية مراسم افتتاح أولى المناورات العسكرية الروسية الجزائرية المشتركة، وهي مناورات تكتيكية بين الجيشين، وشارك فيها حوالي 80 جنديا روسيا من وحدة المشاة المنتشرة في شمال القوقاز، وشارك فيها حوالي 80 جنديا من القوات المسلحة الجزائرية. الحدث يعود دائما إلى عام 2021. وحاكت تلك المناورات آنذاك إجراءات تكتيكية للبحث عن التشكيلات المسلحة غير الشرعية
وكشفها والقضاء عليها والكشف عن الأجهزة المتفجرة التقليدية وتدميرها وإجراء الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في المباني وعلى الأرض. هذا الخبر نقلناه لكم من مصدره وهو وزارة الدفاع الروسية نقلا عن قناة إرتي الروسية الفضائية. И укрепить связи с двусторонним военным союзом. إذن ابقوا معنا في هذا البث المباشر. حقيبة يسمح السابق بغلق الدارة الكهربائية. إذن في الخبر الرئيسي لهذه النشرة المسائية، الجزائر تعلن عن مناورات عسكرية واسعة النطاق على مقربة من الحدود الشرقية للمغرب بأمر من رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون. إذن في ختام هذه النشرة نستودعكم بالله وإلى اللقاء.